ما هي أسباب الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ أسبابها اثنان ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. اللهم آمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتجد المؤمن العامل للصالحات من أطيب الناس قلبا وأشرحهم صدرا، يسير بقضاء الله وقدره ويقوم بطاعة الله ورسوله، لا يفرح بما أوتي فرح بطر ولا يحزن على ما فات من غير تقصير، فهو دائما في سرور دائما في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم.